اتقوا الله تعالى وتأملوا في أيامكم وسرعة انقضائها، فإنها مؤذنة لانقضاء أعماركم. استهل عليكم هذا الشهر المبارك بخيراته وبركاته بعشره الأول وعشره الثاني، وأنتم الآن في العشر الأواخر منه، فاغتنموا بقيته للأعمال الصالحة واختموه بخير، فإنه شاهد لنا عند الله سبحانه وتعالى، أو شاهد علينا بما أودعناه من الخير والشر. عباد الله، إنكم الآن في العشر الأواخر التي هي أفضل أيام الشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بخصائص دون بقية أيام الشهر لعلمه بفضلها وشرفها ولتقتدوا به في ذلك. فمن فضائل هذه العشر أنها ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، فمن كان محسنا فيما مضى فليحسن في هذه الأيام لتكون خير ختام، ومن كان مفرطا أو مسيئا فعليه بالتوبة قبل الفوات. حاسبوا أنفسكم على ما فرطتم في جنب الله. ومن فضائل هذه العشر المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من ليالي الشهر. كان صلى الله عليه وسلم في أول الشهر يصلي وينام من الليل، فإذا دخلت هذه العشر المباركة شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، وذلك بطول التهجد والقيام. وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقتدون به في ذلك، فكانوا يخصون هذه العشر بزيادة في قيام الليل. كانوا يقومون أول الليل بالتراويح، ثم يقومون آخره بالتهجد، ويختمون تهجدهم بالوتر، وكانوا يطيلون الصلاة، يطيلون القيام والركوع والسجود اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فليكن لنا بهم أسوة ولنسر على آثارهم لعلنا أن نلحق بهم. فهذه العشر هي ليالي التهجد وطول القيام وإحياء الليل، وليس بشرط أن الإنسان يحيي الليل كله فلا ينام، بل يصلي أول الليل التراويح ثم ينام ويأخذ راحته، ثم يقوم في آخر الليل مع المسلمين في المساجد ليحظى بفضل قيام هذه الليالي المباركة، ولا ينساق مع شهواته وغفلاته، ولا يقتدي بالكسالى والمضيعين، وإنما يقتدي بأهل الخير والصلاح والاستقامة، لأنه بحاجة إلى ذلك. وما يضيعه من أيامه فإنه ضياع في موازين حسناته، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.